السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم بقى في الجزء الخاص بالأنتي بودز. طبعا انتوا عارفين ان الأنتي بودز نوع من التولز اللي المناعة بتستخدمها بشكل قوي جدا عشان يوقف انتشار الميكروب جوه جسمك ويقدر يقضي عليه. كان له كذا ميكانيزم بيشتغل وله ستراكشر مهم. لو انتوا فاكرين تو هيفي تشين تو لايت تشين ماسكين مع بعض الدايسلفايد بوند، عنده منطقتين، منطقه الفي ريجن ومنطقه السي ريجن. الفي ريجن ديت اللي هي الفاريبل انتيجن بايندنج سايت او الفاريبل ريجن، المكان اللي الميكروب بيتمسك من خلاله، والسي ريجن دي منطقه كونستنت في الخمس انواع. فالمهم يعني مش عايز اطول عليكم عشان نبدا نحل على طول. Which of the following statement is not correct about the antibodies؟ مين الجمله اللي مش صح بالنسبه للانتيبودز؟ لما تبص بالراحه كده، الجمله اللي مش صح في الانتي بودز ان الهانج ريجن اللي هو اختيار سي، ان الهانج ريجن بايند تو ذا انتيجن اوف ميكروب. دي جمله غلط طبعا، لان الهانج ريجن دي المنطقه اللي بتفتح زاويه الانتي بودي او تقفله، تعمله كده او كده او كده. لكن كل الجمل صح. الفاريبل ريجن اوف هيفي تشين ريسبونسبل بارشلي تو بايندنج وذ انتيجن. ما هو الفي ريجن اهو، الهيفي تشين ايه؟ تعرف ان الانتيجين بايندنج سايت عباره عن نقطتين، اللايت تشين مع الهيفي تشين، تمام؟ ماسكين كده مع بعض او بالشكل التاني. فيبقى الهيفي تشين مسؤول بشكل جزئي عن الارتباط مع الانتيجين، صح؟ والفاريبل ريجن اوف لايت تشين مسؤوله برضو بارشلي جزئيا عن الارتباط بالانتيجين. الجمله صح. ذا تو تايب اوف انتيجين ات هاز تو تايبس اوف بايندنج سايت، صح؟ الانتي بودي عنده اتنين بايدنج سايت. الجمل كلها صح ما عدا اختيار سي. طيب السؤال اللي بعده، which of the following is correct about the structure of antibody consists of four polypeptide chain. الجمله صح. طيب دي الجمله صح، انا عايز الجمله اللي غلط. The presence of complement binding site، ماشي الجمله صح. The light chain are different from each other in length، طبعا الجمله غلط، لان اللايت تشين ادي الهيفي تشين اهي، وادي اللايت بتاعت الناحيه دي، وادي برضو الهيفي تشين الناحيه، وادي اللايت زيها بالظبط، فدي جمله غلط. طيب انتي بوديز الانواع اللي قدامك are different from each other in source of their production، غلط، كلهم بتعملهم البي سيلز. type of cells produce them، برضو الجمله ايه؟ غلط، لان كلهم بيجوا من البي سيلز. type of bond in each of them، كلهم عندهم كوفيلنت وعندهم بيبتايد بوند وعندهم دايسلفايد بوند. طيب اوردر اوف امينو اسيدز ان ذم، طبعا اختلاف ترتيب الامينو اسيد هو اللي بيميز الاي جي ام عن الاي جي دي عن الاي جي اي، يبقى هم مختلفين عن بعض في الارينجمنت. السؤال اللي جاي، هاو فار ذا ستيتمنت از كوركت، ذا فورين بودي مي كونتين مور ذان وان انتيجين. الجمله صح، ممكن يبقى عندي بكتيريا عندها انتيجين مدور، انتيجين مثلث، انتيجين مربع. الجمله صح. And it can bind to several type of antibodies. الجملتين صح. ما طالما عندها أكتر من antigen يبقى ينفع ترتبط بأكتر من antibody. السؤال الخامس، which of the following statement is correct؟ B cells present in lymphatic node only. الجملة غلط. Antibodies are active in blood plasma with cell cytoplasm. الجملة غلط، لأن الantibodies حجمها كبير ما بينفعش تخش جوة السن، هي موجودة في الدم وفي الليمف. Antibodies act on neutralizing the virus and help in destroying them. الجملة دي صح، لأنها بتتفاعل مع الفيروس وتوقفه بحيث إن يبتدي بعد كده التي سي تيجي تهاجمه أو الـ NK تهاجمه. فدي تكنيك صح. Which of the following substances are free and can recognize the antigen and bind to it؟ طبعا الـ Antibodies هي اللي بتعرف الميكروب وترتبط معاه. Interleukin دي مادة بتفرز من الـ TH. كومبلمنتس ديت ماده كيميكال ماتيريال بتتفاعل مع الايه؟ مع الانتيجين، وتحلل الممبرين بتاعه وتعمل له لايسس. الكيموكينز بتشد الماكروفاج لمكان العدوى، لكن اللي بيرتبط مع الميكروب هو الانتي بوديز فعليا. ماشي، وات كوز ستيميليشن اوف انتي بوديز فورميشن، ايه اللي بيعمل اثاره او بيثير او بيحفز تكوين الانتي بوديز؟ ده طبعا دخول الميكروب جوه جسمك، بريزنس اوف انتيجين، انتري of certain antigen into the body، دخول الميكروب داخل الجسم، دخول الميكروب داخل الجسم. خلي بالك، اقفل عليا الباب عشان صوت الناس من نفس الله يكرمك. ماشي، the antibody in which the certain number in which the chain number 1، ماشي antibody بتاع التشين نمبر 1 enter in structure of different form، ها
enter in the structure. ماشي، بقول لك the antibody in which the chain number one enter in its structure. ماشي، الانتيبودي اللي السلسله دي تدخل في تركيبه is different from that in which chain number two enter in its structure. كلام جميل. يعني هنفترض ان السلسله الاولى دي موجوده في انتيبودي معين، والسلسله رقم 2 موجوده في انتيبودي معين تاني. نمبر هيبقوا مختلفين عن بعض في ايه؟ نمبر اوف امينو اسيد 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. لا مش مختلفين. البيبتايد بوند موجوده في الاثنين. هيدروجين بوند اند سيكونس اوف امينو اسيد، تمام كده؟ ولا التايب اوف امينو اسيد؟ لا انا متهيألي هم مختلفين في الهيدروجين والسيكونس، لان نوع الامينو اسيد واحد اي بي سي دي اي، اي بي سي دي اي، هو السيكونس اللي مختلف. فيبقى الانتي بودي رقم واحد والانتي بودي رقم اثنين هيبقوا مختلفين عن بعض في السيكونس، السيكونس بس. طيب ادي الاي جي ام اهو. From the opposite figure, what is the number of pair of antigen binding site? 5. عين متخلف هيروح ل 10. ليه بقى؟ هو طبعا انا عندي 10 binding site اهم، لان ده اي جي ام عندي 10 binding site، لكن عندي كام بير؟ ال 10 دول كام بير؟ 5. هو بيسالك على عدد البيرز. Which of the following is not from the characteristics of antibody؟ مين مش مميزات الاي جي ام؟ Contain 10 antigen binding site، طبعا صح. Bind to basophil and neutrophil، غلط جدا. هو بيرتبط مع الانتيجين اللي على الميكروب، مش مرتبط مع كرات الدم البيضاء، فدي جمله غلط. عنده 10 heavy chain صح، عنده covalent bond صح. طيب السؤال رقم 11. The two opposite figure illustrate the structure of antibodies in which the binding unit in which the building unit that form A and B are similar. بص يا عم، جايب لك اتنين انتيبودي، فبيقول لك الاي ده والبي دول شكل بعض في ايه؟ في السيكونس ولا التايب ولا السباتيال شيب ولا تايب اوف كيميكال بوند؟ طبعا ايه؟ اند سيميلر ان زير الى ساعتها سيكونس. بالراحه بقى نشوف السؤال ده تاني. بيقول لك ذا تو اوبزيت فيجر الستريت ستراكشر اوف انتي بودي ان ويتش ذا بيلدينج يونت ذات فورم ها ذا بارت اي اند بي ار سيميلر، في التايب ولا سباتيال فورم ولا نوع الكيميكال بوند اللي موجوده؟ لا، هي المفترض ان هم شكل بعض في الكيميكال بوند اللي موجود، السيكونس مختلف. هنا بس راجع هتلاقي الاجابه عندي دي. الاجابه دي مش السيكونس، لان ده مختلف عن ده. طالما في اختلاف يعني ده شكله مثلث اهو، وده شكله ايه؟ نص كوره كده. فيبقى طبعا ترتيب الامينو اسيد مختلف، والنوع بتاعها مختلف، والشكل الهندسي بتاعها مختلف، لكن نوع البوند اللي موجوده ما بينهم سيميلر. اللي هنا هيبقى فيه كوفيلنت وهيدروجين بوند، هنا برضو فيه كوفيلنت وهيدروجين بوند. فيعني وجود نوع البوند هو اللي متشابه ما بينهم، لكن ترتيب الامينو اسيد وعدد الامينو اسيد وانواع الامينو اسيد والشكل الهندسي بتاعهم يبقى مختلف. فهنا هيبقى الاجابه عندك اجابه دي. طيب 12. From the following figure sample x represent antigen، ده الانتيجن. حلو الكلام كده. Which y y z و l represent the antibodies. Which of the following can form antigen antibody complex. طبعا مين اللي يقدر يرتبط مع ده؟ z. ليه؟ بص z هنا البايدنج سايت بتاعه عامل ازاي؟ مربع داخل لجوه، ده عنده مربع، ده ما ينفعش لان ده مثلث واحد، هنا مثلثين. فاللي هيرتبط x مع z، x ده الانتيجن وz ده الانتيبودي الكومبلمنتري ليه. طيب how the body protected from the pathogen that is illustrated in the following figure. ماشي، جسمك هيحمي نفسه ازاي من من الميكروب اللي قدامه ده؟ هيحمي نفسه عن طريق ان الانتي بودي يرتبط مع الاكس مع الانتيجين بتاعه. by forming complex compound from structure x and antibody، ان الانتي بودي هيرتبط مع الانتيجين اللي موجود على سطح الميكروب ويعمل انتيجين انتي بودي كومبلكس. يا مسهل. سؤال رقم 14. By using the opposite figure if y represent a pathogen، y ده الباثوجين عنده نوعين اتنين من الانتيجين اهو، مثلث ينفع يرتبط مع x، والدايره الاورنج ده ينفع يرتبط مع الايه؟ مع z. ماشي. ار بيقول لك بقى while x و z are found in blood plasma of vertebrates. حلو الكلام. What do you expect to happen؟ انا اتوقع ان الثلاثه يرتبطوا مع بعض. يعني ايه؟ binding of h x تمام and z ارتباط ال x وال z with y.
لان واي عنده نوعين اتنين من الانتيجين ينفع يرتبطوا مع النوعين الموجودين قدامك من الانتي بودي. السؤال اللي جاي to treat the person who's a bitten with a snake، يعني راجل اتقرص بتعبان سام، يعني which of the following substance is preferred to inject him، طبعا هنديله انتي بودز. ليه؟ لان هو التعبان قرصه فتعبان، يعني سم دخل جوه جسمه، فلما اديله انتي بودي هتتفاعل مع السموم وتعمل لي انتيجين توكسين. انتيجين ايه هيعمل لي؟ ايه انتي بودي توكسين كومبلكس، وتعمل نيوترلايز للسموم، تعمل لها لايس عن طريق الكومبلمنتس. فلو انت اتقرصت بتعبان هنديك انتي بوديز، الانتي بوديز هيبقى عليه كومبلمنتس، هتتفاعل مع السموم اللي الميكروب عملها وتفكها وتحاول تقلل حده الايه السم بتاعها. نيجي للسؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده رقم 16 بيقول لك the opposite figure illustrates the structure of antibodies. Which of the following part allow the change the distance between two antigen binding sites؟ طبعا الزي ريجن اللي هي الهنج ريجن، المنطقه دي هي اللي بتحدد المساحه اللي موجوده ما بين الايه البايدنج سايت، تزيد او تقل. تمام يا جدعان، يبقى الزي ريجن. طيب السؤال اللي بعده برضو بقول لك which of the following structure is the reason for specificity of antibodies. طبعا اكس، اكس ده هو اللي بيعمل التميز بتاع الانتي بودي، لانه بيختلف من انتي بودي للتاني بناء على السيكونس بتاع الامينو اسيد وعلى الارينجمنت والسباتيال فورم، ويبقى عامل زي الميرور ايمج للميكروب انتيجن. السؤال اللي جاي طبعا انت تتوقع الاجابه كده خلاص. السؤال اللي جاي بيقول لك ايه to facilitate the phagocytosis، عشان اسهل عمليه الابتلاع. Which of the following must be found on the surface of bacterial cell؟ طبعا الانتيجين بتاعها والانتي بوديز ذات لينك ويز كومبلمنتس، عشان اسهل ابتلاع الميكروب. يبقى البكتيريا عليها انتيجين ويجي الانتي بوديز يقفش فيه، وتطلع الكومبلمنتس تسيح الانتيجين ده وتعمل له لايسس، فتيجي الماكروفاج تبلع ده كله. فانا عشان اسهل عمليه الفاجوسايتوزز اللي هو الابتلاع، عايز الميكروب يتحلل بالكومبلمنتس اللي موجوده على الانتي بوديز، فيبقى انا عايز ثلاثه يركبوا مع بعض، الميكروب انتيجين مع الانتي بوديز مع الكومبلمنتس. السؤال رقم 20 which of the following is not found in the antibodies. peptide bond اكيد موجوده، covalent موجوده، disulfide bond موجوده، ionic bond طبعا مش موجود، ما خدناش في التركيب يعني. السؤال رقم 19 what is the rapid way to destroy the microbe that is present in human blood. ايه الطريقه السريعه اللي ادمر فيها ميكروب موجود في جسمك؟ اديك antibodies، احقنك بانتيبودز على طول، مش معقول احقنك ببي سيلز وتبتدي تصنع لسه، ولا حقنك بكيموكينز اللي بتبتدي تشد الميكرو تشد الماكروفاج للميكروب، وانا ان البادي ريكوجنايز الميكروب. يبقى اسهل طريقه ان انا اديك مضاد حيوي، حتى انت لما بتروح لدكتور الدكتور يستسهل يوم يديك مضاد حيوي على طول عشان تخف وتحس انك اتحسنت. ادي انتي بوديز تمسك الميكروب بتاعك وتقضي لك عليه. السؤال اللي جاي what is the site of occurrence of the opposite process. طبعا هنا بكتيريا والانتي بودي بتمسكها. طيب الكلام ده بيحصل فين؟ في البلد واللمف، في سوائل جسمك، لان الانتي بوديز بتبقى موجوده في البادي ليكويد اللي هو البلد واللمف. السؤال رقم 21 ذا اوبوزيت فيجر which of the following represent the wrong description about the x. خلي بالك مين اكس ده؟ ده انتيجين ودي انتي بودي ارتبطوا مع بعض، يبقى اكس انتيجين انتي بودي كومبلكس. طب consider the easy target to phagocytosis، صح المركب ده سهل للخلايا المبتلعه، تارجت سهل خلايا المبتلعه تقدر تصطاده، كويس جدا. انتيجين انتي بودي كومبلكس فورمد، الكلام صح جدا. انتي بودي ديزولف ذا انتيجين، الجمله هنا غلط، دي الجمله الغلط. ليه؟ لان الانتي بودي مش بيديزولف الانتيجين، اللي بيديزولف الانتيجين الكومبلمنتس مش الانتي بودي، فده وصف غلط، دي جمله غلط على المركب اللي قدامك. سؤال رقم 22 بص يعني جايب لك اتنين ميكانيزم، ادي انتي بودي كومبلكس، واحد هنا انتي بودي ارتبط مع الميكروب والفاجوسايتوزس بلعته، تمام. هنا الانتي بودي ارتبط مع الميكروب والفاجوسايتوزس ما بلعتهوش، يعني اكتر من انتي بودي ماسك ميكروب واحد، يبقى معنى كده ان الانتي بودي هنا بتشل حركه الميكروب، الفاجوسايتوزس مش هتبلعه، يبقى معنى كده ان انا هعتمد هنا على خلايا تانية، على التي سي والان كي، يبقى معنى كده ان الميكروب ده فيروس.
طالما الانتي بودي كتف الميكروب وما سلمهوش للفاجوسايتوزز، يبقى معنى كده ان ده تكنيك النيوتراليزيشن، لان انت عندك كذا تكنيك. اللايسيس بينتهي بالفاجوسايتوزز، سيلز بتبلع. الانتي توكسينز بودي برضو للماكروفاج او الفاجوسايتوزز عشان تبلع. البريسيبتيشن بودي للفاجوسايتوزز عشان ايه؟ تبلع، تمام. والاجلوتينيشن بودي برضو للفاجوسايتوزز عشان تبلع. التكنيك الوحيد اللي ما بينتهيش بالفاجوسايتوزز اللي هو تكنيك الفيروس النيوتراليزيشن، لان انا بكتف الفيروس بالانتي بودي عشان تيجي تهاجمه بعد كده التي سي. فيبقى التكنيك الواي ده لازم يبقى نيوتراليزيشن. طيب مين بينتهي بالنيوتراليزيشن؟ مفيش الا الاي. يبقى الاولاني بريسبتيشن، يبقى انا بحل من الواي، بحل من الواي. الواي ده هو النيوتراليزيشن لان ما انتهاش بالفاجوسايتوزس، يبقى انا هعتمد على التي سي او غيرها، فيبقى الاختيار الاولاني. هنا بقى جايب لك ايه؟ فصائل دم بالانتيجن بتاعتها اختصارا للكلام، وكذا انتي بودي. يعني فصيلة دم واحد ما عليهاش انتيجن، فصيلة دم اتنين عندها نوعين اتنين من الانتيجن، فصيلة دم تلاتة عندها انتيجن واحد، فصيلة دم فور برضو عندها انتيجن واحد. Which blood group of the previous table can given easily to the other blood group؟ طبعا رقم واحد. رقم واحد هي الفصيلة اللي اقدر اوديها لكل الفصائل بمنتهى الايه؟ الراحة اللي في الدنيا. ليه؟ لان الفصيلة دي ما عندهاش انتيجن، فمهما تخش او كل لما وزعها لاي دم مش هتعمل معاه مشكله. ما طالما ما عندهاش انتيجن يبقى مش هتتفاعل مع الانتي بوديز اللي موجوده في جسم الريسيبيانت. ونقدر نرجع لاولى سنه وكده ونتخيل ان دي فصيله دم او اللي كنا بنقول عليها يونيفرسال دونر. فصيله دم او فصيله متبرع عام بتروح لكل فصائل الدم. ليه بتروح لكل فصائل الدم؟ على اعتبار ان ما عندهاش انتيجن، فبالتالي مش هتتفاعل مع الانتي بودي اللي موجود في جسم اي مريض. طيب مين الفصيله اللي تستقبل الدم من الكل؟ الاثنين تستقبل دم من اي حد. اشمعنى؟ لانها عندها نوعين الانتيجن، فلو دخل لها ايه مش فارق معاها، ما عندوش انتيجن مش هيصير الانتي بودي بتاعتها. طيب وفصيله ما عندهاش انتي بودز، خلي بالك، وتعرف الانتيجن 3 وتعرف الانتيجن 4. فلو تقدر تفتكر من اولى ثانوي دي فصيله دم اي بي اللي كنا بنقول عليها يونيفرسال ريسيبيانت. يبقى 1 ما عندوش انتيجن فيروح لكل فصائل الدم من غير مشاكل. طيب فصيله دم اي بي 2 اللي هي 2 اللي هي الاي بي تقريبا، فصيله ما عندهاش انتي بودز وعندها كل انواع الانتيجن، فلو دخلت عليها انتيجن واحد او ثلاثة او اربعة بالنسبة لها كل الانتيجن دي معروفة فمش فارقة معها، فتقدر تستقبل من الكل. السؤال رقم 24. In which of the illustrated cases by the following figure can macrophage activate؟ طبعا الحالة ايه؟ الماكروفاج بتتنشط بعد ارتباط الانتي بودز والانتيجن والكمبليمنتس مع بعض، وده حصل في حالة ايه؟ لكن بي وسي ودي مفيش ارتباط تام. فالماكروفاج بتيجي تحصل لها اكتيفيشن بعد ارتباط الانتيجن مع الانتي بودز والكومبلمنتس. السؤال رقم 25. In which of the following organism don't have antibodies؟ طبعا الجمبري، لان الانتي بودز اصلا موجوده فين؟ موجوده في الفيرتبريتس اللي عندهم عمود فقري. السمك عنده عمود فقري، والفروج عندها فيرتبرال كولوم، والبيرد عندها برضو فيرتبرال كولوم، لكن الشرمب ده كريستيشنز اللي هي القشريات ما عندهاش عمود فقري، فبالتالي هي ما عندهاش زفت طين انتي بودز. طيب ايه الجمل الصح ده؟ سنجل انتي بودي كان بايند ويز مور ذان وان انتيجن. اه طبعا الانتي بودي الواحد يقدر يرتبط مع اتنين، ده اقل واحد. الاي جي ام يقدر يرتبط مع 10. طيب مور ذان وان انتي بودي كان بايند ويز وان انتيجن، الجمله الثانيه غلط. لو انا عندي بكتيريا عليها انتيجن والانتيجن ده ارتبط مع انتي بودي، هل يقدر يرتبط مع انتي بودي ثاني؟ لا خلاص، ما هو اتكلبش، هو انتي بودي واحد، هو انتي بودي واحد. فيبقى الجمله الاولى صح والثانيه غلط. سيبك من القصه دي، الأولى صح والتانية غلط. طيب 27. The opposite figure represent the mechanism of the action of antibodies. What does the symbol X represent؟ X ده complement، عشان هي اللي، فبص كده ادي antibody وادي سطح البكتيريا،
تمام، سطح البكتيريا هو خد بكتيريا بتنفجر اهي، خد السكشن بتاع الممبرين بتاعها، فالانتي بودي ارتبط بيه، الحاجات الصفرة دي عملت بورس، فتحت حللت الجدار بتاع الخليه. الكومبلمنتس هي اللي بتعمل لايسز للجدار بتاع البكتيريال سيل عشان تسهل عمليه الفاجوسايتوز، عمليه البلع بتاعته. طيب السؤال اللي جاي بيقول ايه بقى يا باشا؟ السؤال اللي جاي بيقول لك in some cases the binding of antibodies with the receptor of acetylcholine on membrane of skeletal muscle fiber may occur in the following ايه؟ in the opposite figure. ماشي، دلوقتي حصل هنا ايه؟ الانتيبوديز اهي ارتبطت مع الريسبتور بتاعة الاستايلكولين، معنى كده ان الاستايلكولين مش هيقدر يرتبط مع العضلة، وبناء عليه دوره مش هيحصل. يبقى ايه هو كان بيعمل ايه؟ الاستايلكولين كان بيرتبط مع العضلة عشان يزود الانفلو اوف صوديوم، فيحول العضلة من البولاريزد للدي بولاريزد، من الريلاكس للكونتراكت. حلو الكلام كده؟ طالما حصل ارتباط بالانتيبودز مع الريسبتور بتاعه الاستايلكولين يبقى الراجل مش هيشتغل، يبقى مفيش دخول للصوديوم جوه العضله هيتم، والعضله مش هتقدر تعمل ايه؟ دي بولارايزد ستيت. ودي تبقى الاجابه اللي عندك، وكده يبقى الهوم ورك ده خلص، ونشوفكم ان شاء الله في هوم ورك جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.